حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل العلي. مساء الخير دكتور. كيف تصف التدريبات التي تقوم بها البحرية الإيرانية اليوم قرب مضيق هرمز المائي؟ كيف تقرأ هذا الوضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبى الله والخيرون إلا أن يبرز هذا الألم الذي تسترجعه الأمة وتراه من العمل الملالي في إيران، وهذه الحكومة الحقيقة الراسخة في التمزيق والتجزيء هي الحقة، هي تكتوي بنار ما صدرته العالم، هي صدرت ثورتها، وهذا التفصيل هي الحقة تشتكي منه، وهو الحقيقة تململ الشعوب الإيرانية من واقعها في إيران. هي الحقة ذهبت بعيدا، هي الآن تلوم الدول، وهي الحقة الملامة، من الذي تدخل في العراق، من الذي تدخل في سوريا، من الذي تدخل في اليمن. فهذا التصدير لهذه الثورة هي التي الحقة أبعدت كثير من التنمية في حياة إيران، ولذلك هي الآن تحاول أن تبرز هذه الانفعالات سواء في مضيق هرمز، سواء في البحار، أو سواء في الأحواز. هذا الرفض الشعبي الإيراني والحق رفض لهذا الواقع المرير الذي يجذب الشعوب الإيرانية إلى التخلف. قرون خلت إلى 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 الرجعية المقيتة التي الحق كثير من دول العالم تقدمت عليها وأظهرت هذا النماء وهذا التقدم وهذا التطور. هي الحق أشغلت الواقع الذي نعيشه بهذه الانفعالات التي الحق لا مبرر لها. نعم. دكتور، لنقرأ هذا المشهد معا. في حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، هل نستطيع القول بأن هذا القرار سيكون بمثابة يعني مسمار في نعش للنظام الإيراني؟ هو مجرد انفعالات لا واقع لها، وهي الحق جميع دول المنطقة هي لها من المخارج ما تستغني عن إيران تماما، وهي الحق تريد أن تخنق هذه المنطقة اقتصاديا، والحرب المقبلة هي حرب اقتصادية، وسنرى كيف يؤول إليه الوضع في إيران. هي لها الآن 4 عقود، والشعب الإيراني هو من أفقر شعوب العالم، والشعب الإيراني هو متصارع فيما بينه. الشعب الإيراني هي فئة حاكمة ظالمة، وباقي الشعوب هي مظلومة، حتى بما فيهم الشعب الفارسي الذي الحق ينتمون إليه الذي بيده الملك وبيده السلطة. نحن نرى أن في إقدام إيران على هذه المجازفات هي الحق المسمار الأخير في نعش الحكومة الملالي في إيران، وهو الحق ظهرت بوادره أن هذا الانتفاضة الدولية ضد هذا الشر الأخير الحق في العالم هو سينهيها، وسنرى بحول الله تعالى في القريب العاجل كيف يكون مصير هذه الحكومة الظالمة وهذه التصرفات العشوائية الهمجية البربرية. هي الحق لا تستطيع أن تفعل ذلك، وإن أقدمت فسترى وتير الشعب في إيران أن هناك غير قيادة سليمة، وأن البوصلة قد انتهت في طهران من إدارة الموضوع إدارة سليمة. نعم. من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي دكتور مشعل العلي، شكرا جزيلا لك.